وصلت للكفالة زين. ويا كفالة قالوا الكفالة بالنسبة لها شروط تعجيزية 40 كفيل يلا يطلع الكفالة. 40 كفيل؟ 40 كفيل أستاذ نجم. قد المبلغ؟ المبلغ اللي هسه اللي انحكم علي مالت النزاهة 189 مليون. رأسة النزاهة ظهرت بال 2022 حالو إلى محكمة قوة أمن الداخل المنطقة. 189 مليون؟ نعم هذا لسنة ال 2016 وال 17 من عندها أربعة أشهر الله يرضى عليك أستاذ نجم. قاسم أبو مالك يقول السلام عليكم، أطلب التواصل معك والاتصال بكم. طنوا المناشدات على الشاشة، الكون عندي مشكلة ومظلومية وأطلب من جنابكم الكريم الاستماع لأسايكم لحلها قدر المستطاع، علما أني تعبت وعجزت المناشدة. الله يرضى عليك، عندي رجل محجوز من عام 2018 ولحد الآن بالسجن، وإحنا بال22 والمنسوب إلى جنسية واسط المفوض فلاح عبد حسين عواد، وضع الصحي رديء جدا، طامعين بكرمكم وعطفكم وانتم كل هاي المضي بسبب وجود الايادي الخفية. انطوني عليكم السلام قاسم، شلونك استاذ نجم؟ بارك الله بيك، اول مرة اقدم لك شكر وتقدير واحترام لك وللكادر. انا اشكرك اخ قاسم، انت الان بارك الله بيك على احقاق الحق ونصرة المظلوم جزاك الله خير. انت منو هذا المظلوم اللي تتحدث عنه اللي هو مفوض فلاح؟ شو يصير لك؟ اللي اتحدث لك عنه عمي. عمك شو يشتغل؟ عمي بالنسبة الى من يشتغل مفوض في جنسية واسط. زين ليش بالحسابات؟ ليش انسجن؟ ليش انسجن بال2018؟ كان مجاز مرضية 21 يوم عنده حصب الكلى. صار الاتصال عليه قالوا له ابويا رايدينك بالدائرة. قلت ابويا اكو ناس اللي يستدعنك وانت مجاز مرضية زين. قال لا هاي دائرتي والها حق علي وصلوني الهم. زين ورا الاجازة بكم يوم اتصلوا بيه؟ اخذوا الولد من بعد الاتصال، اخذوا الولد وصلوه الى جنسية واسط من ال 2018 محجوز ولحد الآن. وين محجوز؟ بيا سجن في الانضباط مال النجدة مع الواسط. زين بعد ما راجعت عليه اي بعد ما راجعت عليه بويا زلمتي انا اليوم ما قاعد اطلباني الشفاعة عنه، لا اقول زلمتي اذا مقصر يحاسب واذا مو مقصر يطلع. زين قالوا بويا اكو اختلاس اموال وتزوير زين موجود بالحسابات. اي قلت بويا طيب وصلت للكفالة زين. بويا كفالة قالوا الكفالة بالنسبة لها شروط تعجيزية 40 كفيل يلا يطلع الكفالة. 40 كفيل؟ 40 كفيل استاذ نجم الله يرضى عليك. المبلغ ايش قد؟ المبلغ حسب ما يقولون هم، انا للمعلومة جزاك الله خير من خلال ما راجعت بال 2018 حققت وياه النزاهة، فالنزاهة من حققت وياه بال 2018 انترك هذا الموضوع زين. طبعا اللي موجود الاختلاس والتزوير من عام 2009 لحد ال 2016 وثلاث اشهر تقريبا. ايش قد المبلغ؟ اخوي ايش قد المبلغ؟ اوصل لك هاي الله يرضى عليك. حتى شوية الوقت مهم، انا عندي غيرك هواي الوقت سريع. ايش نعم. قد المبلغ؟ المبلغ اللي هسه اللي انحكم علي مالت النزاهة 189 مليون. رأسة النزاهة ظهرت بال 2022 حالو إلى محكمة قوة أمن الداخل المنطقة 189 مليون. نعم هذا لسنة ال 2016 وال 17 من عندها أربعة أشهر الله يرضى عليك أستاذ نجم. أنت بس فلاح متهم بيلو يا آخرين؟ الكل طلعت كفالات، الوحيد بس فلاح عبد حسين الآن اللي موجود هو. زين فلاح اعترف أنه هو ماخذ المبلغ؟ هسه إيش طلب القاضي؟ القاضي بالنسبة له قال بويا جيبوا لي أوراق المتهم. أوراق المتهم أخرتها جنسية واسط، والجنسية العامة تقريبا يقول سنة وتسعة أشهر لم ترد لنا الأوراق. فلاح اعترف أنه ماخذ المبلغ؟
لا ما معترف. لا بالنسبة إلي اليوم إذا كان مقصر أمامك وأمام الرأي العام زلمتي إذا مقصر يحاسب ما أطلب بس للشفاعة. بس جاوبني على أسئلتي. عوف أنت هاي القضية. فلاح نعم. اعترف على أنه ماخذ الفلوس. يقولون لي محترف بس أنا قدامي أنا اللي أحكي وياك بالنسبة إلي يقول أكو تواقيع إلي مزورة وكتابات إلي مزورة زين موجودة والآن وضع الصحي جدا رديء ورجل قاعد بالإيجار. أنت ما عندك ما يبرئ يعني أخي العزيز. أنت ما عندك ما يبرئ فلاح أمام القضاء. لا أنا ما عندك محامي. أنا أقول إذا مقصر حاسبه بس إذا مو مقصر يرجع لحقه. ليش لحد الآن اليوم 22 بال22 وهو محجوز؟ طيب صدر عليه حكم لو بعد صدر نعم. عليه حكم صدر حكم من بعد ما راجعت هي هاي المفاجأة هنا من 2018 حققت ويا النزاهة من راجعت علي أنا بال2022 وإلا سمعت أكو محكمة بالناصرية وإلا هي النزاهة مباشرة صدرت علي حكم المحكمة بثلاث سنوات محكمة الناصرية ولحد الآن الفايل مال المفتشية لحد الآن على حطته متروك. اي اذا معترف علي حكم ايادي خفية تعبت في هذا الموضوع. هسه ليش ايادي خفية يا اخي العزيز؟ احنا نستمع لآراءكم. اذا نعم. اكو حكم اذا اكو قابل اعتراف انت المفروض عندك محامي والمحامي يطلب من القضاء انه هذا مزور يودون الادلة الجنائية. ها استاذنا العزيز انا هسه ما عندي انا هسه انت حكمت عليه حكمت علي سنة 16 وهذا الحكم انت طيب ليش مبقيه لحد الان ما تنهي الموضوع من 2009 لحد 16 ليش خاف الاوراق محكمة قوة امن الداخل للمنطقة الثالثة اي اوراق اللي مخفية الاوراق المخفية بعد اكو محاكمة مال 2009 لحد الاخ 15 هاي القاضي قوة مال محكمة قوة امن الداخل قاعد يطالب يقول جيبوا لي الاوراق ما قاعد تروح الاوراق للمحكمة حتى يحسم قضيته زين هو حسم قضيته هو حكم عليه انحكم فقط على 16 و4 اشهر لو 3 اشهر من 17 كم دعوى عليه هو نفس الدعوى بها شطرين فايل مفتشية وفايل نزاهة الله يرضى عليك ماشي والله هذه القضية يا اخي العزيز احنا نعرضها امام الرأي العام وقوى الامن الداخلي الآن والكتب دزيتها لك كلها زين انت قابلت احد بقوى الامن الداخلي شفت ناشدت بالنسبة إلي ما خليت باب ما طرخته وجزاك الله خير أنت اللي استمعت إلي وأنا بشهر رمضان وصلت إلى مكتب السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي واستلم الأوراق من عندي المدير المكتب مال تهماتين استلم الأوراق والكتب ولحد الآن أنا إيدي على خدي وإزلمت ما محسومة قضيته أنا أشكرك أنا راح أبعث هذا الفيديو إلى مكتب السيد حسين العوادي طالما أنت هذا الرجل يقولكم أكو أوراق القضاء رأيتها والأوراق موجودة في قوى الأمن الداخلي شيلوا الأوراق ودوا لها هو والقضاء يتحاسب هاي ترى ما يراد لها روحها للقاضي يعني حتى تذكر أسماءكم وحتى يعني وزارة الداخلية أيضا إحنا نحترمها ونحترم وزيرها ونحترم قياداتها لكن أن يصل الحال المواطن لهذا الحال مو شوفوا شوية زحمة سيد حسين العوادي مدير المكتب شيل التليفون على القوة من الداخلي ودول هذا الطو أوراقه خلال 5 دقائق وثاني يوم تخليها بجدول ملاحظات مالتك تالي السكرتير سوى تقول لهذا دائما أكو هسا كل إحنا دا نشتغل ودا نتحمل مسؤوليات أكثر منكم دائما عندنا مذكرات نكتب بيها للملاحظات حتى في هذا البرنامج